السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هقول لك النهاردة عن الأطعمة الغنية بالألياف. الألياف لها دور مهم جدا في تحسين صحة الجسم. كمان ممكن تلاقي الألياف في الخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة. الألياف لها دور مهم جدا في عملية الهضم لأنها بتقاوم التحلل المائي للإنزيمات وبتحافظ على بكتيريا الأمعاء. الألياف لها نوعين، نوع قابل للذوبان في الماء والنوع الثاني غير قابل للذوبان في الماء. الألياف بتديك الشعور بالشبع وبتساعد في تقليل الكوليسترول والتحكم في نسبة السكر في الدم. من الأطعمة الغنية بالألياف الخرشوف، العدس، التفاح، البسلة، الكمثرى، البروكلي، جوز الهند، فول الصويا، الحبوب الكاملة، البطاطا الحلوة، القرع العسلي، الأفوكادو، البقوليات، المكسرات، البرقوق والجوافة والموز. دول أهم الأطعمة الغنية بالألياف اللي بتساعد في عملية الهضم وبتحسن من عملية الهضم وتقلل الإمساك المزمن. بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك، ولو عجبك وأفادك شيره لغيرك. بتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي، استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.